خمس ايام في الحمام متكتفة ايديها ورا ظهرها ورقبتها في رجليها. كنت بسمع صوتهم وانا في الخامس وبسمع صوتهم وهم كانوا بيصرخوا وهم بيتضربوا. انا وصلت لدرجة ان انا خلاص خدت قرار ان انتحر. انا حامل نفسي من البلكونة، نزلت سليمة انزلي ورايا، موت خلاص انا كده كده ميتة. احنا عيطنا، انا واحدة من الناس، انا وبناتي الاتنين عيطنا لما شفنا شيرين ونسمع. لو هو كافر مش هيعمل فيهم اللي هو بيعمله فيهم. يبقى هو مش اب اصلا، ما عاد ده ابويا ولا ده. لا ده لو جوز مش هيعمل بيه كده. احنا عايزين حق البنات دي. إن انا رجعت على النبي تاني هذب بكفني المره الجايه. دول شيرين ونسمة اللي انا عارفه كويس جدا ان انتوا الحلقه اللي فاتت اتأثرتوا جدا باللي حصل معاهم نتيجه ضرب وتعذيب والاسف اللي كان بيعمل فيهم كده ابوهم وزوجه ابوهم. حاولنا ان احنا نعمل حاجه للبنتين دول، لان في الحقيقه انا كانت من وجهه نظري البسيطه جدا اللي يمكن ما تهمش حد بس دي اللي نزلتني، ان البنتين دول هو كسر فيهم كل حلاوه الدنيا، فحبينا نعمل لهم حاجة، نخلي جواهم حاجة حلوة يكملوا بيهم الطريق، وخاصة أن ربنا نجاهم منه. تواصلنا مع وزارة الصحة اللي ما تأخرتش عننا أبدا، شكرنا وزارة الداخلية ونشدناهم وهم دايما معودنا أن في الحقيقة بيقفوا يعني وقفة رجالة مع الناس دي. معانا أم مجدي، مساء الخير. مساء النور. منوراني يا أم مجدي. وجودك يا حبيبتي وأنا بشكرك قوي قوي. كنتوا بتقولوا لي مش هتعملوا حاجة يا أم مجدي. ليه؟ كنتوا بتقولوا مش هتعملوا حاجه زي الناس التانيين. لا احنا قلنا بصراحه كده. طب احكي لي ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان تاني يوم على طول بعد الحلقه بتاعتكم تاني يوم اني طبعا رحنا لمرداش، بصراحه اتصلوا بينا نائب مدير المستشفى اتصل بينا ورحنا بصراحه يعني بصي عاملونا معامله مش قادره اقول لك يعني. جزاهم الله خير. والله العظيم بجد يعني. وبعد كده راحوا رايحين، طبعا كان ميعادنا لسه بنعمل لسه في حاجات هنعملها فطبعا ما عملناهاش لان النيابه اتصلت بينا علشان يودي الى يالي. طبعا لما رحنا طبعا النيابه طبعا مشكورين برضو وكيل النيابه ربنا يستر دنيا واخره يا رب ويجعله في ميزان حسناته بصراحه. طب والله ويجعل في ميزان حسناتك انت كمان ويرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسبي. اللهم امين يا حبيبتي. الله ويحفظك من كل شر ويديكي ويراضيك يا رب. حفظنا كلنا ويحفظ ويجعلك في كل خطوه سلام. حبيبتي ما تحرمش منك. والاب فين دلوقتي وزوجه الاب؟ الاب دلوقتي اتقبض عليه، هو جم هنا وجم جت الحكومه طبعا عشان تاخده، طبعا ما لقوهوش. المهم اتصلوا عليه وقالوا له احنا عايزينك عشان نحل المشكله، فطبعا راح لهم فقبضوا عليه هو ومراته طبعا، وراحوا جم على النيابه. طبعا النيابه مشكوره برضو عملت كل حاجه يعني الحمد لله، وكل اللي حصل احنا قلنا اللي حصل والبنات قالت اللي حصل كل. فطبعا اتقبض عليه وهو ومراته، وطبعا ثاني يوم طبعا حولوهم على الطب الشرعي طبعا امبارح، وطبعا اكتشف عليهم طبعا طلع فيهم حاجه الحمد لله. البنات ما فيهمش اي حاجه يعني، بنات زي ما هم الحمد لله. بس طبعا هو في تحرش، بس في كمان طبعا مكسرهم خالص، متفي السجاير في جسمهم. هو ما خرجش طبعا يا ام مجدي. لا ما خرجش طبعا. وطبعا يبقى يا ام مجدي لما بنقول لما بنقول قدام الناس كلها تحيا مصر بمؤسساتها برئيسها وبجيشها وبشرطتها وبقضائها نبقى عندنا حق، صح يا ام مجدي؟ ربنا يسترهم كلهم يا رب. دول ولايه عشان كده ربنا وقف جنبهم. صح. دول تعذبوا سنتين شافوا اللي ما حدش شافهم ده. انت عارفه الدكتور اللي هو بتاع الطبيب الشرعي ده قال لهم انتوا فيكوا ده كله، اللي فيكوا ده كله، معقوله كل ده فيكوا؟ طبعا قامت النيابه برضو مشكوره عملت تعييق اللي هي طبعا جم عملوا معاينه، طبعا لقوا كل حاجه
طبعا زي ما البنات قالت طبعا هم كويسين دلوقتي يا ام مجدي؟ مبسوطين؟ صحتهم افضل؟ قوي قوي الحمد لله. ولسه بقى طبعا احنا عشان طبعا لسه عايزين نكمل طبعا في المستشفى، بس مش هروح بكره لان هم تعبانين. الف سلامة عليهم. الف سلامة باذن الله على يوم السبت بقى نكمل مع ان شاء يعني الله. ان شاء الله يعني باذن الله حقهم يرجع تبقى ايامهم اللي جايه. يا رب. عمتهم بقى اتكلمت طبعا كلمتني قالت لحضرتك ايه؟ شوفي البنات عايزين ايه واحنا نعمله. الله يبارك لها. لو عايزين الشقه نجي يكتبوها لهم بس يتنازلوا. ردت البنات قالت لا احنا ما بتنزلش عن بس يتنازلوا. اليوم ده كان هيجيله بس يتنازلوا. البنات راحت قايله له قايله لها يا عمتي احنا هو مش عارف ان اليوم ده كان هيجي. طب كانت فين عمتهم وهم بيتعذبوا بقالهم كذا سنه؟ قلت لها الكلام ده انت كنت فين؟ قال لي لا. قالت لي لا ما انا ما شفتش الحاجات دي كلها. ما هو كل سنتين بقى لما بيروحوا يشوفوهم وهم ما شافوهمش ما حتى ما بيروحوا ما بياخدوهمش. خد بالك منهم النبي يا ام مجدي انت ما تتوصيش. وحياه ربنا ربنا العالم دول انا بصي انا بحب البنات قوي 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 قوي. وانا والله انت عامله زي انا بموت في البنات. البنات بتبقى حنينة. وانا قلتها لك مره هم انا مجوزه خمسه وعندي استعداد اتجوز دول بره. حبيبتي ربنا يديك الصحة وتجوزيهم وربنا ورقم تليفوننا مع حضرتك وان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك وحسنات كل حد مد ايده البنات دي. عفوا حبيبتي امي بصراحة بجد ربنا يكرمك ويستر الدنيا وآخرك. ده توفيق ربنا ده ربنا هو اللي وفقنا الحمد لله والفضل لله والشكر لله. هرجع بقى لازم اقول اللي يقول لك بنطبل وما بنطبلش لا هنطبل. لو ده تطبيل هنطبل. مش عايز يشوفنا ما يشوفناش. دي بلادنا ودي مؤسسات بلادنا ودي دولتنا وده قضاءنا ودي مؤسساتنا اللي احنا متمسكين بيها ودي شرطتنا اللي بنرمي قدامهم كل همومنا. ادي ده الحال. اب كلكم شفتوه الحلقه اللي فاتت قلتوا ازاي ده اب؟ هي القيامه قامت؟ كل دي رسائل جيالي على صفحه البرنامج. بشكر كل حد مد ايده العون وساعدنا. بشكر وزاره الصحه اللي ما تاخرتش ابدا ابدا. مجرد ما وصلوا لهم خبر شيرين ونسمه مدوا لهم الايد وقالوا لهم مكاننا مفتوح مستشفياتنا مفتوحه اتفضلوا ادخلوا. بشكر الشعب المصري كله اللي تفاعل مع حلقه نسمه وشيرين. بشكر جيرانهم لان دايما انا بدور على الحاجه الحلوه في اي حلقه. بتبقى جرس انذار. بنبقى عايزين نقدم حاجة كويسة. بنتعلم من كل تجربة صعبة وحكاية صعبة. لكن في الأساس بتبقى في رواسخ كده بيظهر بقى معدن الشعب المصري الأصيل. ربنا يا رب يبارك عليكم حياتكم الجديدة وزي ما كتب لكم العمر انكم تكملوا أكيد أكيد بإذن الله هيساعدكم وتعيشوا بسلام وبأمان.